في عندنا لعبة ألا وهي لعبة الحسم. أنا بطلب منكم طلب، وأول واحد يطبق الطلب قدام الكاميرا هو اللي راح يبقى معنا إلى الجولة الثانية. تمام؟ جاهزين؟ تمام. إذن الآن إلى لعبة الحسم. إذن بلقيس عبد الملك جاهزين؟ جاهزين جاهزين جاهزين. يلا أبي بلقيس وعبد الملك يجيبون مقص ويقصون الورق اللي قدامهم خمس قطع بسرعة. عبد الملك أنت اللي تقوم مو بأخوك. أنت يا عبد الملك اللي تقوم مو بأخوك. مقص تقص الورق اللي قدامك خمس قطع، وأول واحد راح يجي هو اللي راح يكون معنا. ما شاء الله عليك يا بلقيس، ما شاء الله عليك يا بلقيس. بلقيس جات. بلقيس أبيك تقصينها قدام الكاميرا. بلقيس قدام الكاميرا. بلقيس واحد، هذه قطعة، قطعتين، ثلاث. عبد الملك اثنين، بلقيس أربعة. بسرعة عبد الملك. مبروك يا بلقيس، راحت عليك يا عبد الملك، راحت عليك يا عبد الملك، راحت عليك. عرفت النظرة هذه عبد الملك رفع خشمه يعني، والله ما عطيت. لا لا عبد الملك حبيبي منورنا يا عبد الملك ونورت اسر السعودية. ابي اسمع من كلمة تقولها لاسر السعودية المشاهدين اللي يشاهدونك الان. وجه لهم تحية صراحة من المنطقة الشرقية، واتمنى لهم كل توفيق صراحة. بس توجه تحية للمنطقة الشرقية والمملكة؟ لا اوجه لهم تحية من المنطقة من المنطقة الشرقية. ونعم، بيض الله وجهك يا عبد الملك ونورتنا. بيض الله وجهك. فواز بلقيس طاهر اللي بنودع عبد الملك، قول له فمان الله. فمان الله. فمان الله. يلا خير ان شاء الله.